تحت شعار الإعلام مرآة الحقيقة، احتفى اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين فرع بابل بيوم الإذاعة العالمية، ولاقى الحفل حضورا واسعا من كبار الشخصيات والإعلاميين والإذاعيين. يجب الاحتفاء بموضوع الإذاعة لأنه أول إذاعة كانت في الوطن العربي هي عراقية، يجب الاحتفاء بهذه، ونتمنى من الجميع أنه تنعاد مثل ما كما يقال الاستماع للإذاعات، لأنه الإذاعة كما تعلمون مهمة جدا وخصوصا عند المجتمع العراقي. يجب الاهتمام بالإذاعة، هناك شريحة كبيرة من المكفوفين يستخدمون الإذاعة كوسيلة للتواصل والحصول على المعلومة. هناك 10,000 طفل في جنوب أفريقيا يعتمدون على الإذاعة في التعلم. تخلل الحفل تكريما ودعما لرواد الإذاعة، وكما أشادوا بدور الإذاعة في نقل المعلومات الدقيقة وإلى كل بقاع العالم، مخترقة كل حواجز الأمية والعقبات الجغرافية والقيود السياسية، ودعت الحكومة المحلية إلى دعم الإذاعات ومساندة كوادرها بعد أن شهدت الإذاعات تذبذبا في عددها في ظاهرة انتشار الإنترنت والإعلام الرقمي والإلكتروني. احنا حقيقة على قدر تعلق الأمر بينا داعمين لكل وسائل الإعلام، سواء كانت إذاعات أو قنوات فضائية أو صحف إلكترونية أو صحف ورقية، لكن أعتقد السبب الرئيسي هو تغير الذوق العام واعتمادهم على موضوع الانترنت والسوشال ميديا ووسائل الإعلام المحمولة الموبايل أو غيرها. فالإذاعة تعتبر من يعني ذات تواصل كبير مع المجتمع، ذات تأثير كبير للمجتمع، فمن الضروري دعم الإذاعة بكل يعني كل الوسائل المتاحة. فالإذاعة لها كانت ولا تزال هي الأوسع انتشارا. 127 عاما من العلم والمعرفة، من الحب والعطاء، من الفن والثقافة، بثت عبر موجات راديوية واختصرت الزمن والمسافة لإيصال الكلمة المسموعة بمختلف المستويات الشعبية، ربطت المواطن بمختلف الأحداث العالمية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، زين العلي، محافظة بابل.